السلام الله عليكم، معكم رضا ميخالات غرافانز. إذا رسميا المونديال العربي أو كأس العرب يعود من جديد بعد فترة توقف دامت لمدة 10 سنوات. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو يصادق على كأس العرب 2021 ويعلن على أن هذه البطولة ستكون بطولة رسمية وبطولة معترف بها من طرف الفيفا. كأس العرب 2021 غيتلعب في قطر على الملاعب المونديالية، وهذه الأشياء كلها من المرتقب على أنها تعطي واحد القيمة واحد الجمالية لكأس العرب. آخر نسخة للبطولة العربية كانت لعبت سنة 2011 في السعودية وعرفت مشاركة 11 المنتخب، وفي الأخير تم تتويج المنتخب الوطني المغربي كبطل بعدما تفوق في اللقاء النهائي على المنتخب الليبي. في حلقة ديال اليوم إن شاء الله غادي نتحدثوا على كأس العرب من الألف إلى الياء. متى ستبدأ البطولة؟ وشنو هو تاريخ القرعة ونظام المسابقة؟ وأيضا غنتحدثوا على الجوائز المالية الكبيرة المخصصة للفرق اللي غتشارك في كأس العرب 2021. قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة، إذا عجبتكم الحلقة ما تنسوش دعمونا بلايك، بارتاجيو الحلقة بالنسبة اللي كيشاهدنا أول مرة، تسجل في القناة ديالنا، فعل جرس التنبيهات باش دائما يوصلك الجديد ديالنا أول بأول. طبعا الا كان كيعجبكم المحتوى اللي كنقدموه وما تنساوش تسجلوا في الصفحة ديالنا على الفيسبوك، غنخلي لكم اللينك في أول تعليق مثبت. ندخلوا في تفاصيل الحلقة. كأس العرب 2021 غيتلعب إن شاء الله في قطر في الفترة ما بين 1 و 18 ديسمبر المقبل، وتنظن على أنها تعتبر فرصة ذهبية للمنتخبات المشاركة باش توقف على المستوى ديالها، وكذلك باش تستكشف الملاعب القطرية وتعرف أيضا الظروف اللي كيتلعبوا فيها اللقاءات، خصوصا فيما يخص يعني المناخ. يعني كنعرفوا على أن المناطق الخليجية تمتاز بالرطوبة وارتفاع درجة الحرارة، وهذه المسألة يمكن يكون عندها واحد التأثير كبير خصوصا على اللاعبين اللي كيلعبوا في أوروبا. أيضا هذه البطولة تعتبر فرصة ذهبية للفيفا باش توقف على الجانب التنظيمي لقطر، بالرغم على أنني صراحة عندي واحد وجهة نظر فيما يخص هذا الموضوع. تنظن على أن المونديال المقبل في قطر سيكون من بين أجمل وأحسن المونديالات، لأننا صراحة عندما نلقي نظرة على الملاعب القطرية التي ستحتضن المونديال، ملاعب على أعلى مستوى، كل شيء متوفر، ولا غلطة ولا مشكل. وصراحة كما كنقولوا قطر تستحق الإشادة والتقدير، لأنه باش تنظم كأس العالم يعني ليست أمر سهل وليست أمر هين. يعني تنظيم كأس العالم يتطلب إمكانيات بشرية، إمكانيات لوجستيكية، إمكانيات مالية، يتطلب دعم كلي من طرف الدولة، ولاحظنا على أن الأشياء كلها متوفرة في قطر. لهذا تنظن على أن المونديال المقبل غيكون من بين أجمل وأحسن المونديالات على مر التاريخ. عموما خليوا لي الأراء ديالكم فيما يخص هذا الموضوع. نمروا للبطولة العربية. فيما يخص المنتخبات المشاركة، هناك 22 منتخب عربي من إفريقيا وآسيا هما اللي غيشاركوا في البطولة العربية سنة 2021. يعني غيجي شي واحد يسولني ويقول لي شنو هو المعيار اللي داروه باش يختاروا 22 منتخب عربي. يعني المعيار سهل، كيشوفوا أفضل 22 منتخب عربي في التصنيف ديال الفيفا، وعلى حسب هذا المعيار يتم اختيار المنتخبات. وفي الاخير عندنا 12 منتخب عربي من اسيا و10 ديال المنتخبات الافريقيه. يعني فيما يخص المنتخبات الاسيويه اللي غتشارك، غتكون قطر، الكويت، عمان، العراق، الاردن، لبنان، فلسطين، السعوديه، سوريا، الامارات، اليمن، البحرين. وفيما يخص ال10 منتخبات الافريقيه غيكون المغرب، مصر، تونس، الجزائر، ليبيا، الصومال، السودان، جزر القمر، جيبوتي وموريتانيا. ولكن ماشي 22 منتخب غيشاركوا كلهم في البطوله العربيه، غتكون عندنا تصفيات اللي غتعطينا 16 منتخب فقط هما اللي غيشاركوا في البطوله العربيه، وغنشرح لكم كيفاش. الشهر المقبل غتكون قرعه، اول شيء غيشوفوا 10 ديال المنتخبات العربيه او افضل 10 ديال المنتخبات العربيه اللي عندهم افضل تصنيف في الفيفا. الشهر المقبل هاد العشرة ديال المنتخبات ستتاهل رسميا للبطوله العربيه. غيبقى عندنا 12 منتخب، هاد 12 منتخب غيلعبوا تصفيات بيناتهم، 6 ديال اللقاءات بنظام خروج المغلوب ذهابا وايابا باش يعطيونا 6 ديال المنتخبات اللي غيتزادوا على العشرة اللي تاهلوا، باش في الاخير غيكون عندنا 16 منتخب هما اللي غيلعبوا كأس العرب اللي غيتلعب ان شاء الله شهر ديسمبر المقبل. يعني المساله بسيطه جدا، الشهر المقبل ابريل غيشوفوا افضل 10 ديال المنتخبات العربيه في التصنيف ديال الفيفا،
و12 منتخب غيلعبوا بيناتهم باش يعطيونا 6 ديال المتاهلين، وفي الاخير غيكون عندنا 16 منتخب. فيما يخص نظام البطوله 16 منتخب غيتقسموا على 4 ديال المجموعات، يتاهل عن كل مجموعه صاحب المركز الاول والثاني لربع النهائي، ومن بعد ذلك لقاءات بخروج المغلوب، نصف النهائي ثم النهائي. الى بغينا نتحدثوا على الجوائز التي تم تخصيصها للفرق او للمنتخبات اللي غتشارك في البطوله العربيه، جوائز كبيره بكل ما تحمل الكلمه من معنى، قدرت القيمه ديالها الاجماليه ب 25 مليون دولار. وهذه الجوائز ستشكل حافز لجميع المنتخبات باش تشارك بالتشكيله الرسميه ديالها وباش تشارك بالقوه الضاربه، وهذه الاشياء كلها يمكن لها ترفع من مستوى ومن قيمه البطوله، لاننا لاحظنا في السنوات السابقه على ان هناك العديد من المنتخبات العربيه كانت تفضل ان تشارك سواء بالفريق الرديف ولا بالمنتخب الاولمبي، وهذه الاشياء دائما كانت تنعكس سلبيا على المردود والمستوى ديال البطوله. صراحه كاس العرب 2021 سيشكل فرصه ذهبيه سواء للمنتخبات العربيه الافريقيه وكذلك للمنتخبات العربيه الاسيويه للاستعداد لما هو قادم. كنا كنعرفوا على ان كاس افريقيا كان سيلعب يناير 2022، وهذه المساله كيف ما قلت ستشكل محطه للفرق العربيه الافريقيه باش يستعدوا لكاس افريقيا، وكذلك ايضا الفرق العربيه الاسيويه يمكن لها تستعد لما هو قادم من اللقاءات المهمه. كان هذا كل ما يخص حلقه ديال اليوم، حلقه تحدثت فيها على كاس العرب 2021 اللي غيتلعب ان شاء الله ديسمبر المقبل بقطر. نتمنى على انكم تخليوا لي الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم وايضا وجهه النظر ديالكم الشخصيه فيما يخص هذه البطوله، واش تظنوا على ان هذه البطوله ستحقق نجاح كبير كما هو متوقع لها ام العكس، ونتناقشوا بيناتنا كما هو العاده بشكل ودي. الى عجبتكم الحلقه ديالنا ما تنساوش تدعمونا بلايك، بارطاجيو الحلقه بالنسبه اللي كيشاهدنا اول مره، تسجل في القناه ديالنا، فعل جرس التنبيهات باش يوصلك الجديد اول باول، وما تنساوش تسجلوا في الصفحه ديالنا على الفيسبوك، غنخلي لكم اللينك في اول تعليق مثبت. كان معكم رضا من قناه كره فانز، سلام الله عليكم.